السلام عليكم، أهلا وسهلا بحضراتكم في الجزء الثالث من Hour of Code مع الماينكرافت. في الجزء دوت احنا هنشتغل بقى على الماينكرافت. فعلا أنا فتحتها ولقيت الجزء بتاع Hour of Code، فهدوس عليه هيطلع لي الشكل ده. الشكل ده هي عوالم هو عاملها، حضرتك اختار منها الجيم اللي تعجبك. انا اوتوماتيك مش هختار 2019، هختار 2020، هختار الجيم اللي احنا اتكلمنا عنها بالمنظر. وبعدين هروح اقول له كرييت. لما كرييت هو بياخد وقت شوية قبل ما بيحمل التمبلت اللي احنا هنشتغل عليه، بس يعني لحد ما انا هكون فاهمة الدنيا ماشية ازاي. هيبقى فيه بقى حاجة كده دايما لما يكون أي شكل وعليه علامة استفهام يبقى هو عايزني أقراه أو أشوف إيه اللي داخله، فأنا همشي كده أول ما تبدأ اللعبة وبعدين هدوس رايت كليك. لما أدوس رايت كليك هيبدأ يحكي لي تاني القصة باختصار اللي هي بتاعت القريتين، قرية في الشمال في الشرق وقرية في الغرب، وكان القريتين دول عندهم كمية الطعام الكافية وكانوا مش شايفين ليهم سبب ان هما يتعاملوا مع بعض. هو بيقرأ لي القصة، متنساش من في إمرس بريدر، وبعدين أبدأ أكمل. هما أصلا بيكمل القصة ان يقولك ان رغم ان الدنيا ما بقتش كويسة وان في تغيير كبير جدا في العالم، بحيث ان التغيير ده من كتر ما هو كبير غير قابل ان احنا نتجاهله يعني. فقعدنا نقول اوكي. يقولك بقى ان القريتين بيخسروا، ما بقاش في كمية زرع كتيرة، ما بقاش في صيد كفاية، فان هما لازم يتعاملوا مع بعض. فنقول له اوكي. هنا بيقول لك هما برضو لسه غراب وكل حاجة، فهو عايزك انك انت تساعدهم علشان هما يقبلوا التغيير والاختلافات اللي موجودة بينهم ويلاقوا طريقة ان هما يرجعوا يتعاملوا مع بعض. هقول له اوكي، فهمت القصة، وبعدين هروح اقول له ماشي. هلاقي ان في الاخر في هنا شايفين كده لما امشي في اللعبة هلاقي الشخصية دي. الشخصية دي احنا عارفين اسمها ايه، اسمها ال NCP اللي هو non character player. انا هقف عنده كده، هقرب منه شوية وبعدين اروح ادوس برضو right click. فالright click هو بيقول لك يعني شكرا كتير انك انت هتساعدهم، شكرا انك انت جيت في الوقت الصعب دوت علشان تساعدهم. وهيقول لك كمان احنا عندنا ايجنت هيساعدك انك انت تتعامل. وهو مستعمل لفظ حلو قوي، الباور اوف كودينج، قوة الكودينج. تقولي اوكي وهدوس نيكست. بيقول لك انت هنا بقى عندك طريقتين انك انت تعمل التواصل الكوميونيكيشن بينهم، يا اما بطريقة البلوكس يا اما بطريقة البايثون. البايثون ده اللي هو لغة من لغات البرمجة، وهنا كمان لغة سهلة وبسيطة الكودينج. بس بيقولك لو انت مبتدئ ومعندكش خلفية في الكودينج اختار البلوكس لانه اسهل. انا هختار برضو البلوكس ونشوف يعني ايه البلوكس. فهمت ان انت هنا بيقولك بقى دوس على حرف السي في لوحة المفاتيح بتاعتك علشان يفتح لك الجزء الخاص بالكودينج. فهقول له اوكي فهمت، وبعدين هدوس كلوز. لما اجي ادوس كلوز هو بقى عايز ايه؟ عايز الايجنت بتاعك اللي هيكون واقف هنا ده انه يمشي 4 خطوات علشان يقف على المربع الذهبي.
فأنا هدوس على علامة الـ C علشان يفتح لي الشكل ده اللي هو الخاص بالكودينج. الكودينج احنا قلنا يا اما بايثون يا اما سي بلس، طبعا في لغات كتير جدا بس هو هنا بالتحديد في ده او ده. فبيقولك بقى لما يعمل اون ستارت ايه اللي هيحصل؟ هقول له انا عايزه امشي الايجنت بتاعتي ده، هو كاتب لي هنا موف للجولدن بلوك للمربع الذهبي كام خطوة؟ هقول له ان احنا عايزين نمشي 4 خطوات. لو حضرتك مش عارف ايه الموجود بالظبط وانت عايز ايه بالظبط، هو هنا في هنت وفي ارشاد ليك انت ممكن تستعين بيه على اساس ان انت تأدي اداء افضل. وبعد كده كل حاجة في البلوكات دي تقدر انك انت تعمل لها ايه، تعمل لها بلاي. يعني هنا كده الخطوة اللي انت هتعملها تدوس على العلامة دي عشان تشوف انت ماشي كويس ولا لا. زي ما انتوا شفتوا هو مشي لغاية المربع الايه الذهبي. بعد كده ان هو بيقولك يعني برافو عليك وحاجة كويسة جدا، يلا اكسبت الجفت، انا هديك هدية اكسبت الجفت، فهعمل كلوز. هاجي عند السي تاني وهفتح الكودينج، وبعدين هختار احنا قلنا ده اسمه بلوكات. في الاخر حضرتك لازم تعمل ايه؟ لازم لما الطالب يخلص كل الجيم بتاعته من فضلك كل خطوة يخلصها يعمل لك برينت سكرين ليها، او لما يخلص خالص يعمل برينت سكرين للعبة وبعدين يبعت لك الصور اللي بياخدها دي على جروب ممكن تكون انشأته على التيمز، او حتى لو هتشيره على السوشيال ميديا ما تنساش انك انت تشيره بالهاشتاج اللي هم عاملينه. بعد كده هتروح تقول له حضرتك هنا دي الهدية بتاعتك وايه، وتقدر انك انت تكمل الجيم لغاية لما توصل لكل الليفلز، وبعدين في الاخر هيقول لك انك انت فينش. لما تقول له انا فينش خلصت I'm finished، هيظهر لك بقى الشكل اللي احنا هنشوفه مع بعض دلوقتي finish. هيظهر لك انك انت ممكن تاخد السيرتيفيكت بتاعتك، فهقول له انا عايزة السيرتيفيكت، انا طبعا كنت واخداها قبل كده، فتعال نشوفها مع بعض. طبعا يعني هي شهادة رائعة وشهادة جميلة جدا، لان الاول كانت بتطلع لك في الكود لكن هنا طلع لك كودينج مع ماينكرافت. فبدعوكم كلكم ان انتوا تشتغلوا بطريقة قوية جدا جدا. يلا عايزين نكسر الدنيا ان شاء الله في الايفنت بتاع السنة دي، وتبقى مدارسنا كلها ومؤسساتنا متسجلة على الموقع الرسمي وعلى الخريطة الرسمية للحدث. شكرا ليكم، ولو معاكم في اي استفسار ممكن تكتبوا قولي تحت الفيديو. السلام عليكم.